يوم الجمعة بحول الله تبقى بعض السحب تنتشر نحو سواحل الوسطى وكذلك الشرقية، احتمال لبعض الأمطار نحو سواحل الوسطى الشرقية وكذلك سواحل الشرقية مع هبوب رياح قوية نحو سواحل الغربية والشرقية، أجواء مشمسة بالسواحل الغربية وبكل المناطق الداخلية كذلك بشمال الصحراء لغاية الصحراء الوسطى، الرياح ستكون قوية نحو الجنوب الشرقي، خلايا رعدية منعزلة ستميز مناطق أقصى الجنوب الغربي، تكون مرفوقة ببعض الأمطار المحلية بأقصى الجنوب، درجات الحرارة ستعرف بعض الارتفاع نحو سواحل الشرقية والمناطق الداخلية الشرقية وتبقى أجواء حارة بالجنوب الكبير. يوم السبت بحول الله نفس الوضعيات الجوية أيضا بالنسبة ليوم الأحد تقريبا، عاد تشكل بعض الخلايا الرعدية نحو الهضاب الوسطى والغربية وكذلك الشرقية خلال يوم الأحد، درجة الحرارة تبقى على العموم مستقرة ومشمسة على العموم بسواحل كذلك بشمال الصحراء لغاية الصحراء الوسطى وتبقى تنشط بعض الأمطار الرعدية نحو أقصى الجنوب.